بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة حائل، وباعثتها إحدى أخواتنا المستمعات من هناك، تقول المرسلة ميم عين. أختنا تقول في إحدى القضايا التي تسأل عنها: عندما تكون أمي أو جدتي تصلي فإن أختي الكبرى تقف أمامها حتى نهاية الصلاة، وتقول بأن المرور من أمامها لا يجوز، فهل في ذلكم شيء جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كان يصلي إلى سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، وإن كان ليس أمامه سترة فإنه لا يجوز المرور من أمامه قريبا منه فيما دون 3 أذرع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الشديد على من يمر بين يدي المصلي، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وأمر صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني ليدافعه ولو بالضرب. الحاصل أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز. أما الوقوف، أن يقف أمامه إنسان أو يكون جالسا أمامه أو مضطجعا أمامه، فلا مانع من ذلك، لأن هذا لا يسمى مرورا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: عندما أصلي لا أقرأ إلا من سور القرآن القصيرة، ذلكم لأن حفظي مختلط في بعض الأحيان، فهل أكون آثمة والحال ما ذكر، أم أن الأمر جائز؟ جزاكم الله خيرا. لا إثم عليك، الحمد لله، الاقتصار على السور القصيرة في الصلاة، بقوله تعالى: أقرأ ما تيسر منه. فإذا قرأت ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، إما آيات أو سور سورا طويلة أو قصيرة، حصل المقصود والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف غين غين غين. أخونا يسأل عدة قضايا، يقول: قرأت هذا القول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هل هو حديث وكيف يكون معناه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا بمعنى الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالتعاون على قضاء الحوائج فيما بين المسلمين أمر مشروع وفيه أجر عظيم، لأن من أعان أخاه في قضاء حاجته فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، والجزاء من جنس العمل. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون بين المسلمين فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم أمر مطلوب ومرغب فيه، وفيه أجر عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: أنا أعمل يومي كله مع الغنم وأحمل معي القرآن الكريم، هل تجوز لي القراءة بدون وضوء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. القراءة من المصحف لا تجوز إلا بوضوء، لأنك ستمس المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر. إلا إن جعلت بينك وبين المصحف حائلا وقلبته من وراء
حائل فلا بأس بذلك. وأما إن قرأت القرآن عن ظهر قلب بدون المصحف فلا بأس أن تقرأ وأنت لم تتوضأ، لا يمنع من قراءة القرآن إلا الجنابة. أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع من تلاوة القرآن عن ظهر قلب ولو كان الإنسان على غير وضوء، في حين أنك إذا كنت في البر وليس عندك ماء تتوضأ به فإنك تعدل إلى التيمم، والتيمم يكفي عن الوضوء عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا الاهتمام من أخينا بالقرآن الكريم إذ يحمل المصحف معه حتى وهو يرعى الغنم ويقرأ القرآن وهو على تلكم الحال، هل لكم من تعليق يحفظكم الله؟ هذا يدل على خير، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مرتبطا بالقرآن الكريم وأن يكثر من تلاوته. فما ذكره السائل من أنه يحمل معه المصحف وهو يرعى الغنم ويتلو القرآن هذا دليل على اهتمامه بالقرآن ومحبته للخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في قضية أخرى: والدي كبير في السن ولا يستطيع السفر البعيد وهو في السودان، هل يجوز لي أن أحج عنه وهو على قيد الحياة؟ إذا كان لا يقدر على مباشرة الحج بنفسه لمرض مزمن أو لهرم وقد أيس من مباشرة الحج بنفسه فإنه يوكلك وتحج عنه بالنيابة. لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن والده لا يستطيع الركوب على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك واعتمر. أما إذا كان والده يستطيع مباشرة الحج بنفسه لكونه قويا في بدنه فإنه لا تجوز النيابة عنه في الحج لأنه مطلوب منه أن يحج بنفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إنه لا يستطيع السفر البعيد شيخ صالح. إذا كان لا يستطيع السفر لعدم وجود النفقة أو لا يستطيع السفر لعجز في بدنه، نعم. إن كان الأول فإنه لا يحج عنه. طيب. بل ينتظر حتى ييسر الله له الحج ويحج. من حيث الناحية المادية؟ من حيث الناحية المادية، نعم. لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب. أما إذا كان الاحتمال الثاني وهو أنه عاجز بدنيا، نعم. وعجزه مستمر، نعم. فإنه ينيب من يحج عنه كما أسلفنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعمل مع أناس وبعض الأحيان يصلي بهم أحد الأشخاص المغرب والعشاء وهو متيمم بدون عذر، هل لي أن أصلي معهم أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يتيمم بدون عذر والماء موجود وهو يقدر على استعماله فصلاته غير صحيحة ولا يصح أن يؤم غيره، صلاة من خلفه تكون باطلة لأنه لا تصح صلاته. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا كان يقدر على استعمال الماء والماء موجود فإنه لا يصح منه التيمم ولا تصح صلاته لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح صلاة من خلفه. فلا يكفي أنك أنت لا تصلي خلفه، بل يجب أن تبين لهؤلاء أنهم لا تصح صلاتهم خلفه وأنه يلزمه أن يتوضأ بالماء أدام يقدر على استعمال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم أبو حامد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحد أسئلته، يقول: ما هي المحبوبات الثمان المذكورة في القرآن وهل يلام المسلم على حبها؟ محبوبات الثمان المذكورة في القرآن هي مذكورة في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. أما إذا لم يقدم محبتها على محبة الله ورسوله والهجرة والجهاد فإنه لا يلام على محبتها، فاللوم
ليس على محبتها، لأن النفس تحب هذه الأشياء طبعا ولأنها تحتاج إليها، وإنما اللوم على من قدم محبتها على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن شروط حجاب المرأة المسلمة. شروط حجاب المرأة المسلمة: أن يكون ساترا لجميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفاها وسائر بدنها، لأنها عورة كلها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها. الحجاب هو ستر جميع بدنها عن الرجال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو ثوب الشهرة وما حكم لبسه؟ ثوب الشهرة هو الثوب غير المعتاد في البلد أو في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، وكونه يلبس لباسا يخالف عادتهم فهذا هو لباس الشهرة. فالإنسان يلبس ما يلبس أهل بلده، لأن في ذلك تجنبا للشهرة وكلام الناس فيه، إلا إذا كان لباس أهل بلده مخالفا للوجه الشرعي فإنه يجب أن يلبس اللباس الشرعي الذي يستر عورته. أما إذا كان لباسهم لباسا ساترا وليس فيه محرم، كأن يكون فيه تشبه بلباس النساء، يعني يتشبه الرجال في اللباس بلباس النساء، أو فيه شيء مما حرم الله من الحرير أو الذهب على الرجال، هذا محرم ولو لبسه أهل بلده فإنهم يتجنبوا. الحاصل أنه إذا كان لباس أهل البلد متمشيا على الوجه المشروع فلا يجوز للإنسان أن يخالفهم في هيئة اللباس أو في نوعه، أما إذا كان مخالفا للوجه المشروع فإنه لا يجوز له أن يوافقهم عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن الدعاء الذي يقال للمتزوج، وما حكم تلك العبارة التي تتردد على بعض الألسنة مثل قولهم بالرفا والبنين؟ الدعاء المشروع أن يدعو لهم الوفاق والذرية الصالحة، كأن يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وعافية. أما قوله بالرفا والبنين فهذا عادة أهل الجاهلية، هو ورد في بعض الأحاديث ولكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعى بما يوافق الوجه الشرعي، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. حديث معناه صحيح، وهو الحث على كثرة الاستغفار من أجل أن يجده في صحيفته يوم القيامة، لأن أعمال بني آدم وأقوالهم تكتب في صحائف تعرض عليهم يوم القيامة ويجازون بها، فهذا فيه الحث على كثرة الاستغفار وملء الصحائف به ليجده مدخرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف طا راي ميم، يقول: قالت لي أمي إنها أرضعت بنت خالي مرة واحدة يوم ولادتها، فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي علما بأننا نقول عند كتابة العقد على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة؟ جزاكم الله خيرا. على سنة الله ورسوله شيء طيب، أما اشتراط المذهب فهذا غير مشروع، أن يقول على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب فلان، يكفي أن يقول على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب إخوانه من المجتهدين من الأئمة الأربعة وغيرهم لا يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قال على سنة الله وسنة رسوله كفى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ضواحي نعم، وأما الرضاع الذي ذكره، نعم، فإذا ثبت أنها أرضعتها 5 رضعات معلومات في الحولين فإنها تحرم عليه، لأنها أصبحت أخته من الرضاع، حيث إنها رضعت من أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الولادة ما تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وهذا في قوله تعالى: أمهات
أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فإذا ثبت أن أمك أرضعتها 5 رضعات في الحولين فإنها تكون أختك من الرضاعة وتحرم عليك. أما إذا لم يثبت هذا أو ثبت أنها أرضعتها ولكن لا يدرى كم عدد الرضاعات، فالاحتياط أيضا تركها ابتعادا عن الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فتركها في هذه الحالة يكون من درء الشبهات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ملفي رابع ملفي العمري أو العمري بعث يسأل ويقول أنا شاب أعيش في البادية وأبلغ من العمر 22 عاما، أسألكم هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. وأول أسئلتي يقول أسأل عمن أراد أن يقضي شهر رمضان، هل يلزمه صيام الشهر وإطعام 60 مسكين أم إطعام 60 مسكينا بدون صيام الشهر أو يصوم الشهر بدون أي إطعام جزاكم الله خيرا؟ إذا كان عليه أيام رمضان أفطرها فإنه يجب عليه قضاؤها ولا تبرأ ذمته إلا بالقضاء، فإن قضاها قبل رمضان آخر فليس عليه إطعام، أما إن أخرها إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع من الطعام، 1.5 كيلو عن كل يوم، ولو جمعها كلها بعدد الأيام ودفعها لفقير أو لعدة فقراء أو لبيت من البيوت التي فيها فقراء أجزاه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الإطعام 30 مسكينا وليس 60 مسكين كما قال شيخ صالح؟ نعم، 30 مسكينا لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام بعدد الأيام التي أفطرها. بعدد الأيام التي أفطرها، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا يوجد لي إخوة من أمي وحينئذ أقوم بضربهم لتوجيههم إلى الطريق الصحيح وخاصة في الواجبات المنزلية، وأمي أحيانا تغضب من تصرفي، فهل هذا يعد من إغضاب الوالدين وماذا يجب علي؟ هل أتركهم والحال ما ذكرت وأترك الأمر لوالدتي جزاكم الله خيرا؟ إذا رأيت منهم ما يستدعي ضربهم فلا بأس أن تضربهم لأن هذا من مصلحتي، ولكن يكون الضرب غير مبرح، لا يكون ضربا شديدا يجرح أو يكسر العظم أو يؤلم ألما كثيرا، وإنما يكون ضربا خفيفا يحصل به المقصود، وهذا من مصلحتهم، هذا يكون من مصلحتهم لأنه لتوجيههم وتربيتهم، فعليك أن تقنع والدتك بذلك وأن تبين لها أن هذا من مصلحتهم ومما أذن فيه الشارع، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا الشهادة والعهد ونحن صغار، هذا من مصلحة الطفل، وإن حصل المقصود بدون الضرب بالتوجيه والكلام فإنه لا يصار إلى الضرب إلا في المرحلة الأخيرة حين لا ينفع التوجيه وينفع اللوم والتوبيخ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن القضاء، قضاء رمضان شيخ صالح، فيقول من أراد أن يقضي أياما من رمضان هل يجوز أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يلزمه عدم الإفطار حتى نهاية القضاء؟ القضاء من رمضان يجوز متتابعا ويجوز متفرقا، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر ولم يشترط سبحانه التتابع، ولكن إذا حصل التتابع هو أفضل لأن فيه مبادرة إلى أداء الواجب وتفريغ الذمة من الدين، فإذا حصل التتابع فإنه أحسن، وإذا لم يحصل فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يقرأ الخطبة شخص ويصلي بالناس شخص آخر، وما الأفضل في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأفضل في ذلك أن يتولاهما شخص واحد، أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، ويجوز أن يتولى الخطبة شخص ويتولى الصلاة شخص آخر لا سيما عند الحاجة، الأمر في هذا واسع والحمد لله، ولكن الأفضل أن يتولاهما واحد إذا أمكن. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح أخونا ملفي رابع ملفي العمري أو العمري من ضواحي الليل، يسأل أيضا هذا السؤال: ماذا يجب على المسلم في وقت إعراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني لاحظت أن بعض الناس في وقت المعراج يذبحون الذبائح. لا يجب على المسلم شيء، بل لا يجوز له أن يتخذ مناسبة المعراج للاحتفال أو لذبح الذبائح، لأن هذا بدع، لأن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أهل العلم المعتبرين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج كما يفعله المبتدع بعض المبتدعة الآن، إن هذا من البدع المحدثة التي يجب النهي عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.